السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعضاء فريق حارق مارق، مساكم الله بالخير. وحبيت اليوم أقدم لكم طبقين. اليوم سوف يكون معنا اليوم طبقين، اللي هو بإذن الله اليوم بيكون الطبق الأول اللي هو سمك مفتوح بالطريقة السنجارية، ونوع السمك دينيس، سمك دينيس، وزي ما انتم شايفين هنا متبل بالكزبرة والثوم ورشة زيت الزيتون وفلفل أسود وبهارات وكزبرة مطحونة إذا تبغون تضيفونها. هذا الطبق الأول، وإن شاء الله إنه بيدخل في الفرن، بيكون شوي في الفرن. الطبق الثاني زي ما أنتم شايفين عبارة عن روبيان حجم جامبو مقطع كامل، ومن ثم متبل بالفلفل الأسود والكزبرة المطحونة وبقدونس وثوم. يتبل الخطوة الأولى. الخطوة الثانية نغمسه في الخلطة الثانية اللي هي عبارة عن بيض وبيكنج باودر ودقيق وحليب، ومن ثم يقلى في الزيت. هذه اليوم وجبتين اللي بنقدمها إن شاء الله، اللي هي السمك السنجاري الدينيس والروبيان زي ما انتم شايفين. عندنا طبقة آخر إن شاء الله اللي هي اللوبستر أو الاستكوزا، إن شاء الله بنشتغل عليها، بس سوف أتقدم لكم في مقطع آخر غير المقطع هذا اللي الآن إن شاء الله بإذن الله للمتابعين ومحبين أن ينزل لهم بإذن الله. شاكر لكم متابعينكم، ونرجع بعدين في الخطوات الأخرى في أثناء تدخيلها الفرن بالنسبة للسمك ومن ثم القلي الروبيان. شكرا. الآن وضعنا السمك في الفرن زي ما أنتم شايفين على أساس أنه ينشوي، ومن ثم فترة وفترة نرجع له على أساس أن نشوف درجة الاستواء والتجمير المطلوب. الروبيان بعد ما خلطناه في الخلطة الثانية شكله الآن بالشكل هذا جاهز، الآن جاهز للقلي. الآن لتقديم وجباتنا لهذا اليوم، هذا الروبيان اللي مخلوط في الخلطتين ومن ثم مقلي في الزيت، وهذا هنا طبق اللوبستر محشي مضاف على نفس الحشوة بعض البهارات ومشوي في الفرن، وهذا هنا سمكة الدينيس مفتوحة سنجاري ومحطوط عليها الخلطة اللي ذكرناها أول. وبالهنا والعافية أعضاء فريق حارق مارق، وانتظرونا إلى ما كله جديد بإذن الله قريباً.